مرحبا، اليوم بدي أعرفكم على فاكهة التنين، فوائدها الغذائية وكيفية زرعها. مثل ما شايفين أمامي فاكهة غريبة الشكل واللون، سموها فاكهة التنين لأنها بتشبه التنين الأسطوري اللي بيقذف اللهب. شكلها كتير حلو، سعرها كتير غالي، ممكن يوصل إلى أكثر من 6 دولار للثمرة الواحدة. أصلا من المكسيك، وبتنزرع كمان بمعظم بلدان آسيا مثل إندونيسيا، تايوان، فيتنام، تايلاند، الفلبين، سريلانكا، ماليزيا، بنغلاديش، اوكيناوا، هاواي، استراليا، وحتى الشرق الاوسط مثل لبنان، فلسطين، الاردن، مصر، المغرب، الجزائر. بما انها من فصيلة الصبار ممكن تنزرع في كافة بلدان الخليج العربي، وانا بتمنى من وزارات الزراعة بكافة البلاد العربية الاهتمام بزراعتها، لانه ثمرتها باهظة الثمن وتصديرها بيجلب ارباح قد تصل لمليارات الدولارات. كيف بنزرع فاكهة التنين؟ كتير سهل، بننظف البذور الداخلية من اللب ومنجففها ونغرزها في رمل الخصب. ممكن نزرعها في إناء في المنزل للتجميل أو بجنينة، بيلزمها التعرض لأشعة الشمس وقليل من الماء مثل أي نبتة صبار، وهي من النبات المتعرش. البذور بتبرع بعد حوالي 11 إلى 14 يوم من الزرع، وبصير شكلها بتطلع مثل هيك، مثل ما شايفين هون بالرسم، حبة مفتحة وطالع منها الصبارة. بتكبر وبتصير تحمل وبتعربش وبتزهر. وبعد ما يوصل وزن النبتة لحوالي 5 كيلوغرام، بتصير قادرة انها تحمل ثمار، وزهورها بتفتح خلال الليل، وبتعتمد على الحيوانات الليلية كالفراشات والخفافيش او الوطاويط للاخصاب والتسميد. نبتة فاكهة التنين بتتحمل طقس اقصى حرارته 40 درجة سلسيوس او 104 درجات فهرنهايت، وممكن تتحمل ثلوج مؤقتة، بس التعرض المطول للثلوج بيموتها. كمان الإفراط في الري بيسبب تعفن في الجذع والثمار، ولازم دايما لازم دايما نتذكر إنها من فصيلة الصبار وما بتحتاج للكثير من الماء. وهلأ بدي أقص ثمرة التنين وفرجيكم إياها من الداخل. في أنواع من ثمرة التنين، أحيانا بتكون قشرتها خضراء، او بتكون قشرتها من الخارج حمراء مثل هيدي، واحيانا بتكون صفراء. لما بنقصها ممكن تكون حمراء او بيضاء مثل هيدي تماما. هون عندي اياها بيضاء، هيدي البذور اللي تكلمنا عنها هي اللي بنزرعها لما نجففها وبنفصلها عن اللب. إذا مثل ما قلت لكم، بتجي إما حمراء أو صفراء من الخارج، ومن الداخل بتجي إما بيضة أو حمراء، والصفراء مذاقها أحلى. رغم حلاوة مذاقها ما بتحتوي على الكثير من السكريات، ومناسبة لمرضى السكري. فاكهة التنين غنية بالحديد، البروتين، الكاروتين، الألياف، الكالسيوم، غذاء بي، غذاء جي، الفوسفور، وفيها مضادات للأكسدة بتنمى نمو الخلايا السرطانية، بتساهم بتخفيض الكوليسترول وضغط الدم، بتنظف الجسم من سموم المعادن الثقيلة، بتعالج أمراض مجرى التنفس المزمنة. بتمنى أنه هالمعلومات تكون فادتكم. بتمنى تعملوا لي سبسكرايب، وبأي وقت فيكن تفتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة، وتشاهدوا أشرطة أخرى إلي. وهلا بدي ذوقها. مثل ما شايفين ملمسها قريب للفريز، لما تكون مستوي ممكن ناكلها هيك بالملعقة. ومذاقها شوي غريب، قريب للكيوي، قريب للكيوي بس مختلف. ما بعرف كيف بدي اوصف لكم اياه، لازم تجربوها وتدوقوها لحتى تتاكدوا بنفسكم. بتمنى يكون هالشريط عجبكم، والى اللقاء في شريط اخر.